بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، السيدة أنا كلاوديا روزباخ المدير التنفيذي لليو إن هابيتات، زميلتي الفضيلة معالي وزير التنمية المحلية دكتورة منال عوض، السادة الحضور الكرام، أهلا بحضراتكم جميعا. حين يعني شرفنا وسعدنا إن احنا نكون موجودين النهاردة مع حضراتكم في يعني مؤتمر الافتتاحي اللي خاص بالمنتدى الحضري العالمي بنسخته الـ12، واللي بتستضيفه الحقيقة الدولة المصرية، واللي بيجي بعد العديد من المكتسبات اللي حققتها الدولة المصرية الحقيقة على مدار الـ10 سنوات السابقة في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويمكن احنا يعني عندنا العديد ورصيد كبير جدا من التجارب الحقيقة المميزة اللي قدرت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية انها تحقق فيها قصص نجاح مختلفة ومتنوعة. وبنستغل الحقيقة وجود المنتدى النهاردة معانا ان يبقى فرصة حقيقية ان احنا ننقل هذه التجارب ونتبادل الخبرات مع كل شركاء التنمية ومع كل الجهات المشاركة معانا في هذا المنتدى. حقيقة يمكن كنا مع دولة رئيس الوزراء وفي اطار الاعدادات الخاصة بهذا المنتدى والتجهيز على مدار الشهرين اللي فاتوا، ويمكن كان في بعض المخاوف الموجودة، لكن النهاردة احنا بنسعد ان هذه النسخة يمكن نسخة استثنائية بعدد المسجلين في معانا النهاردة في الحضور. حقيقة يمكن تجاوز العدد حوالي 30,000 مسجل، بالإضافة للمشاركات الواسعة لأكثر من 182 دولة بوجود 72 يعني وزير الحقيقة مشارك معانا، بخلاف طبعا باقي المشاركين على كل المستويات الحقيقة كلها مستويات رفيعة، وبنسعد بوجودهم على أرض الدولة المصرية. احنا بندخل هذا المنتدى وإحنا عينينا يعني منصبة على العديد من المكتسبات اللي يمكن أولها نقل التجربة المصرية لكل دول العالم وبالأخص الدول الأفريقية، بالإضافة لفكرة تصدير العقار والمحفظة المتنوعة من الوحدات السكنية والفرص الاستثمارية من الأراضي اللي احنا بنحاول الحقيقة جاهدين إن احنا يعني نستغل هذا المنتدى أيضا في تسويق هذه الفرص، بالإضافة لفتح يعني مجال لكل الشركات طبعا المصرية والمكاتب الاستشارية لما لها من خبرات أصبحت متراكمة من خلال السنوات الماضية فيما يخص النوهاو أو تحديدا التقنيات الفنية والكوادر البشرية، وأيضا حجم الإمكانيات والمعدات اللي أصبح دلوقتي كبير جدا. والحقيقة يمكن أيضا إحنا كوزارة إسكان بنشرف إن إحنا بنتبنى في هذا المؤتمر الحقيقة استراتيجية العمران الأخضر بالتنسيق والتعاون مع العديد من شركاء التنمية. ويعني اسمحوا لي ان انا استغل الفرصة الحقيقة ان انا اتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا العمل وفي خروجه بهذه الصورة، واتمنى كل التوفيق والنجاح ان شاء الله في هذا المؤتمر واتمامه على كل خير. خالص تحياتي وتقديري للجميع، شكرا جزيلا.